رغم الإدانات الإقليمية والدولية، تستمر الحملة البربرية التركية على الشمال السوري وسط قصف عشوائي مكثف على القرى والمدن السكنية السورية. تحاول القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها اجتياح القرى والبلدات السورية، مخلفة مذابح دموية مروعة في أوساط المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، ونزوح نحو 200,000 سوري من القرى المتاخمة للحدود التركية. وفي حين أدان العالم هذه الهجمة التركية الغاشمة، جمدت كل من فرنسا وألمانيا صادرات السلاح إلى تركيا، واعتبرت فرنسا العمليات العسكرية التركية في سوريا تهديدا لأمن أوروبا. وأكد بيان مشترك من وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين التعليق الفوري لكل مبيعات السلاح إلى تركيا والتي يمكن أن تستخدمها في عملياتها العسكرية في سوريا. وأشار البيان أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سينسقون مواقفهم في اجتماع يعقد يوم الاثنين في لوكسمبورغ، إلا أن الرئيس التركي أردوغان قال إن الانتقادات الدولية وحظر الأسلحة أوروبيا على بلاده لن تؤثر في سير العملية العسكرية الحالية في الشمال السوري. أما بريطانيا فقد أكد رئيس وزرائها بوريس جونسون أنه لا يمكن لبريطانيا تأييد العملية العسكرية التركية شرق الفرات. وأبلغ جونسون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده يساورها قلق عميق تجاه العملية، وحثه على إنهاء الهجوم فورا والعودة للحوار. قتل 26 مدنيا الأحد في قصف وإطلاق نار شنتهما القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في اليوم الخامس للهجوم التركي في شمال شرق سوريا، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.